بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة نتكلم على نوع من أنواع النباتات الجميلة، وحلقتنا النهاردة نتكلم على الشعير. الشعير من النباتات أو المحاصيل، زي ما انتم شايفين الحبوب بالشكل ده، من المحاصيل اللي واخدة المركز الرابع على مستوى العالم بعد القمح والذرة الشامية والرز في غذاء الإنسان والحيوان. نيجي نتكلم على النبات او حلقتنا النهاردة، فيها جزء انساني شوية. ان انا لاحظت في فصل الشتاء بيحصل سيول وامطار في كتير من بلدان الوطن العربي، ولقيت ان في ناس كتيرة بتقف تتفرج على الامطار وهي بتنزل او السيول وهي بتمشي في الوديان دون فعل اي شيء مفيد الا الفرجة او محاربة الطبيعة عن طريق النزول بالسيارات بتاعتهم، ويحاولوا ان هم يخترقوا جريان السيول، وبعد كده بتحصل بقى مشاكل من موت الاشخاص ديت، او بيحصل مشاكل احنا في غنى عنها. ولكن لم الاحظ ان في حد عمل حاجة ليها فايدة في حياته ممكن تفيد المجتمع العربي. طيب ايه اللي انا خلاني قلت الكلام ده؟ ان انا بقول ان مثلا عندي، انا شفت في تنبؤات الارصاد الجوية بتقول ان عندي امطار غدا او في سيول نازلة في المكان الفلاني، في ايه لما اروح عند اي عشاب او اي دكان او اي محل بيبيع حبوب الشعير واشتري كمية مناسبة من الحبوب، وساعة نزول المطر او السيول ابتدي انصر الحبوب بتاعتي، او مع جريان السيول في المجاري بتاعتها ارمي الشعير وحبات الشعير. ده هيفيدني بايه بحاجه زي كده؟ هيفيدني ان الشعير بينبت بسرعه مع سقوط المطر، فبالتالي هنعمل نمو خضري في الصحار، هنعمل نمو خضري في الاماكن اللي فيها امطار، هيكون مرعى مناسب للإبل والحيوانات الصحراوية اللي بتحب تتغذى على العشب أو الطيور تأكل من الحبات. فبالتالي أنت بتعمل ثواب، بتعمل خضار في الوطن بتاعك، بتفيد وبتستفيد، بتفيد إن أنت بتفيد المجتمع بتاعك ووطنك، وبتستفيد إن أنت بتاخد ثواب من الله سبحانه وتعالى إن أنت فعلت خير. طبعا احنا ممكن نستعمل شعير، قمح، اي حبوب مفيده نقدر نستفاد بيها بالحاجات اللي زي كده، لكن الشعير مشهور قوي بالزراعه على الامطار. يمكن مقدمه الحلقه النهارده طويله شويه، لكن احب ان انا انوه ليها ان انا لقيت كتير قوي من ابناء الوطن العربي بيتفرجوا دون اي فايده في الموضوع ده. نيجي نتكلم على ميعاد الزراعه. ميعاد الزراعه بتاعتنا من نص شهر 11 لنص شهر 12، ده الزراعة العادية. طيب لو انا هزرع في المناطق اللي فيها امطار، سواء في المنطقة الشمالية في مصر او في الخليج العربي او في المغرب العربي، فبنزرع وقت سقوط المطر. اول لما بتدي يسقط المطر على طول بنبتدي نوزع البذور بتاعتنا على التربة، ويكفي قوي النداوة بتاعت التربة مع الامطار بيحصل انبات للبذور. طيب هنيجي نتكلم على طريقة زراعة الشعير، بيكون بالبذرة. طيب الطرق الزراعة عندنا طريقتين او اتجاهين، اتجاه في المنزل واتجاه في الحقل. اتجاه المنزل ان احنا ممكن ربة المنزل او الناس اللي محتاجة ان هي يكون عندها حاجة خضرة جميلة مع السلطة مع اولادنا وقت المدارس، بيبقى مثلا عندهم اجهاد نتيجه المذاكره وعايزين مخ متفتح وطاقه ايجابيه للتلاميذ، فاحنا ممكن نعمل زراعه الشعير المستنبت جوه المنزل في المطبخ، ومش محتاج مننا حاجه جامده الا ان انت بتجيب البذره بتنقعها لمده 12 ساعه في ميه، وبعد كده بتغسلها كويس من بعد ال 12 ساعه، بعد كده بتجيب علبه عندك و تحط البذور في المنظر ده كده، بتوزعهم عليه بدون عايز تحط قطنه، عايز تحط قماشه زي ما انت عايز، بعد كده بتديها
بخة بسيطة أو نسبة بسيطة من المية، نسبة بسيطة جدا، ويفضل بخاخ. أنا مش معايا بخاخة، أنت أفضل مني ويكون معاك بخاخ. وبالمنظر ده كده نوزعها ونقفلها بالبلاستيك الغطا بتاعها بس بالشكل ده. شايف الشكل ايه ده؟ ان انا ما قفلتهاش غلط كده، لا خليتها بالمنظر ده، او بحط حته قماشه مبلله واسيبها لمده يومين في مكان دافي زي المطبخ فوق الثلاجه او في مكان على الرخام. في خلال ال 48 ساعه بيحصل انبات، واول لما يحصل انبات بشيل الغطا او بشيل قطعه القماشه واسيبه في المكان المنور في المطبخ، تمام، او في الغرفه الدافيه عندي. بيحصل انبات للبذره، اول لما توصل لحوالي 5 سم ل 7 سم بالشكل ده كده ببتدي اقصه. في بعض الاصناف الجديده اللي طالعه بيبقى عندها قابليه للقص اكتر من كذا مره. ازاي؟ ان انا مثلا عندي الشعير لما بزرعه ممكن اكزه بالشكل ده كده، يعني ادي مثلا انا حبيت ان انا ازرع في التربه وممكن ازرعه في العلبه، لو انا زرعته في العلبه باكله بالجدر بتاعه، بشيله كده وباكله بالجدر بتاعه مفيش اي مشكله، وبيكون طعمه جميل قوي مع السلطه والفطار الاطفال الصبحيه او احنا بنفطر. طب انا عندي زرعت في تربه وعايز اكتت، باجي مثلا على جزء من النبات بالمنظر ده كده، سبت 2 سم 3 سم فوق سطح التربه واكز النبات بالشكل ده، تمام. اخد المجموع الخضري ده اكله واسيب الجزء المقصوص يبتدي يجدد من اول وجديد مره او مرتين بحد اقصى، من مره لمرتين بحد اقصى لو انا زارع في التربه. لو انا زارع في العلبه باخده كله على بعضه بالف هنا وشفا، ودي اسمها الشعير المستنبت. طب انا ممكن اعمل ايه؟ انا مثلا زارع طيور في المنزل، زارع حيوانات في المنزل عندنا، أرنب، سلحفة، زرعت مواشي عندي غنم، بيبقى طعم، بيبقى الحاجات دي عايزة برضو تتغذى وتاخد على علف أخضر جميل رخيص الثمن. فبجيب الشعير بتاعه بعمل له إنبات سواء في التربة أو سواء في علب بلاستيك عندي أو صواني بلاستيك أو أي حاجة واسعة من البلاستيكات بزرع فيها، وبتبقى جميلة وبناخد منها محصول متكرر. يعني أنا ممكن أزرع النهاردة وبعد 3-4 أيام أزرع مرة تانية وتالتة ورابعة، تلاقي عندك أغلب السنة عندك شعير مستنبت ممكن استفاد منه في الأكل. أما في زراعة الحقل فأنا زي ما قلت لكم في الميعاد بتاعها من نص 11 لنص 12. عرفنا كده طريقة الشعير المستنبت. طب الطريقة التانية اللي هي طريقة الحقل، إما بنزرع بالطريقة العفير أو الحراتي. كلمة عفير أو حراتي دولت أهل الزراعة عارفين بيها، أما بالنسبة لكم أنتوا للناس المبتدئة أو البسيطة اللي عايزة تزرع شعير مستنبت فوق السطح عندها في الحديقة، في التربة أو في الحديقة المنزلية أو في مكان كده صغير ممكن تزرعه، فأنت لا محتاج لعفير ولا حراتي، أنت بس بتنظف التربة بتاعتك. ولما تيجي تزرع، احنا دلوقتي نيجي نتكلم برضو نقطة مهمة، لما اجي ازرع الشعير المستنبت سواء في العلب او في التربة ما بستعملش اي نوع من انواع التسميد نهائيا، لا كيماوي ولا عضوي. طيب لو انا هزرع شعير عشان ااكل الحيوانات اللي عندي او الطيور اللي عندي، فبالتالي بجيب التربة بتاعتي واحط ربعها في سماد عضوي عندي وقلبها بالتربه لمده 3-4 ايام مع الري المستمر لمده 3-4 ايام، وبعد كده بحط البذور بتاعتي وادي الميه بتنبت في خلال يومين باقصى حاجه. بعد الانبات اول ما يوصل النبات مثلا طوله 15 سم بجمع وادي للطيور والحيوانات عندي. طب انا لو عايز اسيب النبات لغايه لما يديني حبوب مره ثانيه بسيبه بيطلع لي الحبوب زي ما احنا عرفنا مع الزراعه، بنجمع في شهر 4 و5 الحبوب، لما بنلاقي السنابل بتاعتنا نقدر الحبه تكون ناشفه، العود بدا يصفر، اللي يقدر تفرط الحبات الشعير بسهوله من السنبله بتاعتها بالشكل ده كده، بتقدر ان انت تاخد الحبات بتاعته بسهوله ويسر. طيب بالنسبة للتسميد في الحالة ديت احنا اتكلمنا وقلنا ان انت بتحط السماد العضوي في اول الزراعة قبل الزراعة. طيب وبعد كده بعمل ايه؟ انا لو هستعمل للحيوانات ادي يوريا كل شهر، ادي يوريا
تمام، مفيش مشكلة عندك. ده بالنسبة لو انت زرع في اراضي طينية، لو انت زرع في اراضي رملية او في ملح بيفضل عدم وضع اليوريا عشان ما نزودش ملح اكتر، ونحط مكانها نترات امونيوم. طبعا الامونيوم بيتحول لحامض مع المية، بيعادل شوية القلوية اللي نتيجة الملوحة والأراضي الرملية، وبتبقى بيديلك إنتاج كويس وجميل جدا جدا. وقبل الجمع بشهر بتوقف العمليات التسميدية جميعا عشان تاخد سنبولة كويسة جميلة ممتازة، مفيش أي مشكلة بالنسبة لك. ده بالنسبة لو أنت تاخد السنابل وتاخد الحبات الشعير. لو انت هتزرع برضه للحيوانات وتاخد مثلا، انت بتقدر ان انت تزرع الشعير وبتقدر تحشه مرة أو مرتين أو 3 مرات على حسب الصنف اللي أنت زرعه. طب أنا بجيب الشعير منين؟ بجيبه من العطارين أو العشابين حسب الدولة اللي أنت فيها. طيب بالنسبة للري، إحنا اتكلمنا باستفاضة إن الشعير من النباتات اللي بتحب كميات ري قليلة، بدليل إن إحنا بنحب نزرعها على الأمطار، ورجاء رجاء في المناطق زي الساحل الشمالي في مصر اشتروا قمح وانصروف في الصحاري وانتوا ماشيين، هينبت مع المطر ويبقى عندنا مكان ممتاز لرعي الإبل والأغنام، وهتبقى حاجة ممتازة وجميلة وبرخص التراب، مش محتاجين تكلفة، وهتاخد ثواب من الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لما بيتاجر مع الله بالخير، الله سبحانه وتعالى بيديله خير كبير جدا جدا جدا. نيجي نتكلم على الري. احنا اتكلمنا باستفاضة في الحلقة رقم 204 ازاي نروي، بالنسبة لو احنا نعمل شعير مستنبت في المنزل في تربة، لو في علب انت مش بتحتاج، انت النبات كله بيقعد عندك تقريبا حوالي من 10 ل 15 يوم، وبتعمل له تجديد على مدار العام. بالنسبة للتسميد اتكلمنا عنه، بالنسبة للظروف البيئية اتكلمنا عنها، بالنسبة للحصاد اتكلمنا عنه، بالنسبة للأمراض بيجي له بعض الأمراض الحشرية زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، ادي كده المنظر ده ايه؟ دي صانعات الأنفاق، صانعات الأنفاق، وادي مكان خروج النقطة السوداء دي، مكان خروج اليرقة. سواء الأمراض الحشرية، فإحنا يفضل لو إحنا نستهلكه للإنسان نستعمل المسائط البلاستيكية زي ما ذكرت في حلقة المسائط البلاستيكية، أو اللي إحنا مجبرين على الرش بالمبيدات الحشرية زي الحلقة رقم 42. في عندك كمان بيصاب بالحفار والمن، وعملنا فيهم حلقات منفصلة، حلقة المن وحلقة الحفار لو أو كلب البحر. الحفار أو كلب البحر هو حشرة ضارة جدا جدا وبتاكل جذور النباتات، وفي حلقة بالقناة عنه تتفرجوا عليه ان شاء الله وتعرفوا ازاي نكافح الحشره القويه ديت. ده بالنسبه للامراض الحشريه. بالنسبه للامراض الفطريه فبيجي لنا الذبول نتيجه الري الزياده او الاعفان. ملحوظه بسيطه صغيره، لو انت هتعمل شعير مستنبت في البيت ولقيت حبات الشعير حصل تلون لون رمادي او لون اسود على طول ارمي. ما ينفعش، ما فيش حد يقول لك اغسل واعمله من اول وجديد، لا انت هتاكل، فتاكل حاجه نظيفه كويسه، ما تاخلش حاجه مشكوك فيها. غير كده الريحه، لو حصل نتيجه الميه الكتير والكتمه الكتير والدفى الكتير فبيحصل ريحه نتنه، ففي الحاله دي برضو برمي الموضوع. فلازم يكون عند الري بسيط عن طريق البخاخة، لازم أحافظ على الرطوبة ما تكونش عالية جدا جدا ولا منخفضة، أحافظ على الإضاءة، أحافظ على إن الحاجة بتاعتي تطلع حاجة صحية وجميلة وممتازة، وبألف هنا وشفا عليكم. والنبات جميل وفي ثواب كبير جدا جدا لو إحنا زرعناه. دي حلقة الشعير، حلقة مبسطة وسهلة للمجتمع العربي. مع ألف سلامة.